عبد الله عاشت الأسامي. ما هي أول سورة نزلت على النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ سورة اقرأ. صف قولوا يا جماعة. ما شاء الله تبارك الرحمن. هو أكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم؟ سيدنا موسى رضي الله عنه. عليه السلام. موسى عليه السلام. عليه السلام. السؤال الثاني، ما هي السورة التي بدأت باسم من أسماء الله الحسنى؟ سورة الرحمن. ما شاء الله. صف قولوا يا جماعة. السؤال الثالث، من أول نبي قال أما بعد؟ سيدنا داود عليه السلام أم سيدنا موسى عليه السلام أم سيدنا يونس عليه السلام؟ سيدنا يونس. خطأ. سيدنا داود. سيدنا داود صح. أحسنت. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما هي السورة التي ذكرت البسملة فيها مرتين؟ النمل. ما شاء الله. صف قولوا. السؤال الخامس يقول، من هو أول من قال سبحان ربي الأعلى؟ إسرافيل. سيدنا إسرافيل عليه السلام. صف قولوا يا جماعة. السؤال السادس يقول، من هو الصحابي الذي ذكر في القرآن الكريم؟ جاوب. زيد بن الحارث. صف قولوا. ما شاء الله تبارك الرحمن.